بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في درجة جديدة اليوم إن شاء الله تعالى، الذي سوف نتعرف فيه إن شاء الله طريقة سوف تمكنك من مشاركة موقعك مع أصدقائك أو مع الزبون، يعني أو مع أي أحد تريد أن تعرض عليه موقعك بطريقة مجانية باستعمال هذه الإضافة سيرج. كما تلاحظون، هذه الإضافة تمكنك من عمل شير لموقعك على يعني برابط دومين بالكوموند لاين فقط، without يعني host أو anything. كما تلاحظون هنا، ما سوف نحتاج؟ سوف نحتاج أول شيء نحمل نود جي اس، كما تلاحظ نحمل ال تي اس، ثم نقوم بتشبيشها. بعد تشبيش هذه يعني هذا البرنامج، كما تلاحظون هنا لو ذهبنا الى هيلب، يعني بدون الذهاب الى هيلب فقط الصفحة الرئيسية، تلاحظون هنا سوف يعطيكم طريقة يعني تشبيك هنا كما تلاحظون يقول لك ادخل الى عند تشبيك نود جي اس، تدخل هنا تكتب نود، كما تلاحظون ها هو الكوموند لاين الخاص بها هنايا نود، جيد نكتب فيه هنا ننتظر حتى يصعد، ثم نكتب فيه ميل npm install global search هكذا، ثم نضغط اوكي. الان سوف يقوم بتثبيت إضافات سيرج. هو الآن بدأ بالشبيش، أنا قمت بالشبيش من قبل، جاري وقام بالشبيش حاليا. بعد أن يقوم بالشبيش الإضافة ماذا تفعل؟ أول شيء تذهب إلى الديركتوري الخاص بالفايل، مثلا قمنا بتصميم هذا الهيدر، هل تتذكرون هذا؟ نقوم بالضغط هنا ثم نسخ هذا المسار، بعد نذهب إلى الكوموند لاين ثم نضع cd، ثم هنا نضع كليك أيمن للماوس، كما تلاحظون ينسخ تلقائيا يضع الرابط، ثم نضغط انتر، بعد نكتب search بهذه الطريقة، نضغط انتر، كما تلاحظون مباشرة سوف يطلب منك ايميل ثم باسورد لتفتح اكونت. سوف تقوم بكتابة اول شيء هو الايميل وثاني شيء هو باسورد، بعدها سوف يظهر لك بروجكت باس يعني مسار المشروع، ثم نضغط اوكي مرة اخرى. كما تلاحظون هنا يعطيني الدومين، هنا سوف نكتب يعني من نقطة الى يعني جهة اليسار، نكتب هنا اي اسم نريد، مثلا نكتب يونس، بعد الانتهاء من كتابة الدومين نضع انتر، هنا سوف يقوم برفع الملف، كما تلاحظون يعني هو 3%، هو الان يقوم برفع، كما تلاحظون الآن وصل إلى 97. هنا كما تلاحظون تم success project is published and running at، كما تلاحظون ننسخ هذا الدومين يعني هو هنا، نضغط هنا أو نقوم بكتابة شيء فقط يدويا، نكتب قمنا باسمتي يونس، ثم نضغط search ثم sh ثم نضغط enter. كما تلاحظون هذا هو الموقع، يمكنكم أن تشاركوا هذا الرابط مع أصدقائكم ليروا هذا المشروع يعني بكل سهولة. بعد مثلا لو قمت بوضع تغيير على الملف، مثلا ما هو التغيير الذي سوف نضعه هنا؟ مثلا لو قمنا ب يعني صغير النص، مثلا نقوم بفتح الملف ستايل ثم اوبن ويت،
مثلا نفتحه يعني على المشبط، لا بأس. ثم هنايا الاتشوان، هنا اتشوان سبان، هنا مثلا سلوغن، لا بأس. هنا سلوغن كما تلاحظون، هنا فونت سايز 50. ماذا لو وضعنا يعني تكست صغير مثلا 20، ثم عملنا سيف، وأريد أن أقوم بتحديث الملف. كما تلاحظون هنا الحوشة اللي عملت ريفريش سيبقى نفس يعني التصميم، لأنني لم أقوم بتحديث الملف، لتحديث الملف بدون أن نقوم يعني بإعادة الرفع من جديد وإنشاء دومين نيم آخر. الأمر سهل، فقط سوف نكتب سيرش ثم نضع 12 ثم دومين، ثم نكتب يعني رابط الدومين الخاص بنا هو يونس دوت سيرش ثم اس اتش، ثم نضع انتر، ثم مرة أخرى سوف نقوم بإعادة رفع الملف. كما تلاحظون سوف يكون إعادة رفع الملف، لكن كما تحضرنا عليه الطريقة الأولى سوف يعيد رفع الملف مرة أخرى. أنا هنا وقعت في خطأ، قمت بوضع يعني باستعمال ملف كبير نوعا ما كما تلاحظون 3 ميجا لهدف، يعني كان علي أن أستعمل فقط إندكس، لكن تعمدت أن أرفع على هايدر لتظهر لكم النتيجة بشكل يعني أفضل. سوف ننتظر حتى يقوم بتحديث الملف ونعمل ريفريش للصفحة. يعني هناك طريقة أخرى لتحديث الملف بدون فقدان الدومين، ننتظر حتى تنتهي هذه، بعدها سوف نشرح الطريقة الثانية وسوف يكمل تحديث جيد. هنا أكمل التحديث مرة أخرى، لو عملت ريفريش يعني كما تلاحظون تم صغير النص. يعني الطريقة الثانية هي نضع ايكو ثم نكتب دومين نيم مثلا يونس دوت سيرج ثم اس اتش، ثم نضع يعني اصغر من او اكبر من، ثم نكتب سي نيم ثم انتر، ثم نكتب هنا سيرج. كما تلاحظون نفس القضية، لو قمت بعمل ابديت كما تلاحظون سوف يعيد تحديث الملفات. جيد، هذا صراحة الموقع سوف يساعدنا كثيرا في مشاركة أعمالنا مع أصدقائنا أو العملاء إلى آخره. كما تلاحظون لو أخذتم يعني اكتشفت الموقع، تلاحظون كم من بروجي يعني مشروع مرفوع، وكم المساحة التي تم نشرها، هنا عدد الناشرين. يعني لو ذهبتم هنا إلى هنا تيستيمونيالز يعني أقوى الناس، هنا لدينا شو برايزنج لأن هناك يعني حساب مدفوع وهناك حساب مجاني. كما تلاحظون هذه مميزات الحساب المجاني وهذه مميزات الحساب المدفوع، يعني 13 دولار شهريا. هنا تور يعني سوف تاخذون يعني يعني جولة بسيطة في خدمات هذه الإضافة. كما تلاحظون هناك سأشرح لكم كيف تقومون بالتشبيش إلى آخره. هنا لدينا هيلب، يعني سوف يشرح لك أي حاجة أي شيء تريد أن تقوم به يعني ريكوغمود. هنا جيت ان ستارتين، كيف تبدأ، ادين كاستوم دومين يعني تخصص الدومين، ادين كاستوم يعني بيج خاصة بالايرو، ليستين على البروجيكت إلى آخره. يعني كما تلاحظون هذه مجموعة من مميزات الموقع. أصدقائي إلى هنا وصلنا الدرس، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ولا تنسوا المشاركة في القناة إذا كانت تعجبكم الدروس التي أقدم. إن شاء الله في الدروس القادمة سأشرح لكم يعني بعض الإضافات الأخرى التي سوف تساعدنا كمطوري ويب. إلى هنا وصلنا الدرس، دمتم بود وإلى اللقاء.